يختتم منتدى مسك العالمي الرابع اليوم فعالياته وسط مشاركة واسعة. يأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان إعادة صياغة العمل، ويسعى إلى استكشاف الاتجاهات الجديدة والتحولات الجارية في عالم العمل بحضور نحو 5000 شخص يمثلون أكثر من 120 دولة حول العالم. سيتم اليوم إعلان الفائز في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بعد رحلة امتدت 10 أشهر، بدأت ب 100,000 مشارك من 185 دولة. وجوه من كل بقاع الأرض أتت إلى العاصمة السعودية للمشاركة في منتدى مسك العالمي الرابع الذي يأتي هذا العام برسالة جديدة: استشراف المستقبل. هناك زخم كبير من الشخصيات المشاركة، 140 شخصية عالمية بالإضافة إلى الشخصيات المحلية، 5500 مشارك محلي من الحضور، من أغلبهم من فئة الشباب. عندنا 50 ورشة عمل وفعالية فرعية بالإضافة إلى المحاضرات الرئيسية. أكثر من 50 ورشة عمل، شباب طموح يتجول في أروقة المنتدى بحثاً عن أسماء لها وزنها في مجال ريادة الأعمال. جلسات نقاشية على مدار اليوم بين قيادات كبرى في القطاع الخاص ومسؤولين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى مشاركة 45 من شركاء المعرفة بخبراتهم عبر مجموعة واسعة من المجالات. المنتدى هذه السنة يتكلم عن إعادة صياغة العمل تحت 4 مجالات، اللي هي القوى العاملة، سير العمل بالإضافة إلى مكان العمل، وريادة الأعمال. فريادة الأعمال هذه السنة هي بمبادرة الأساسية للمنتدى، اللي هو كأس العالم ريادة الأعمال. منتدى مسك هذا العام يشهد أيضاً مشاركة 107 رائد ورائدة أعمال من 77 دولة يتنافسون على الفوز بالمراكز الخمسة الأولى في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بعد رحلة امتدت 10 أشهر بدأت ب100,000 مشارك. عبد الرحمن العصيمي من مدينة الرياض العربية. يبقى معنا من مقر منتدى مسك العالمي في الرياض مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن مرحبا بك، ما الذي يحدث الآن في مسك؟ نعم خالد، فعلا اليوم هو ختام منتدى مسك العالمي، وخلفي الآن تجري مراسم ختام المنتدى وأيضا انتهاء مسابقة كأس العالم ريادة الأعمال. هذا العام منتدى مسك العالمي الرابع أقام بطولة سماها كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة 100,000 رائد ورائدة أعمال، تم تصفيتهم إلى 77 قبل بدء المنتدى. خلال 3 أيام الماضية تم تصفية 77 إلى 5، واليوم الفائزين خلفك ومن المتوقع خلال الدقائق المقبلة. نعم الفائزين تقريبا هؤلاء المرشحين، نعم المرشحين الخمسة لنهائي كأس العالم لريادة الأعمال. الآن تتم مراسم تسليم جوائز كأس العالم، طبعا بحضور معالي بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد ورئيس مركز مبادرات مسك، وأيضا بحضور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وأيضا حضور رؤساء مجالس إدارات أهم الشركات في العالم. حقيقة هذا العام ركز المنتدى على استشراف المستقبل وريادة الأعمال وأيضا الفرص الوظيفية التي ستكون متوفرة للشباب خلال 10 سنوات المقبلة. هناك كانت جلسات حوارية بدأت بجلسة لوزير الطاقة السعودي في اليوم الأول، وتتوالت الجلسات بأسماء عديدة، أيضا ورش عمل متنوعة حقيقة، ومجالس خاصة لتطوير الأفكار وأيضا العصف الذهني لرواد الأعمال من كل أنحاء العالم حقيقة. ما لفت انتباهي هذا العام الجنسيات المختلفة والتركيز على نشر الأفكار للشباب السعودي في جميع بقاع العالم، وأيضا حضور لعدد كبير من رؤساء مجالس إدارات أهم الشركات. يوم أمس كان هنا الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، لامبورغيني، فيراري، بورشا، وأيضا شركات مهتمة بالمجال التقني وأيضا أمن المعلومات والمجال السبراني.
والآن تقريبا تجري مراسم. أنا نشوف عبد الرحمن معك تسليم يعني هذول الخمسة المشاركين الأخيرين. نعم لعل زميلي هم من 100,000 مشارك تم التصفيه. نعم. من 100,000 مشارك ومن 185 دولة. يبدو أنه في سعودي أعتقد عبد الرحمن. صحيح. مشارك بين الخمسة. لا أدري إذا كان معلومات لديك معلومات عن. نعم. الأربعة الآخرين من أين هم؟ إنديا. نعم من كل العالم. أرجنتين. نعم من الهند من أوروبا من أفريقيا. نعم من كل حقيقة من كل العالم. وخلال العشر الأشهر الماضية خالد هذا الفائز الأول عبد الرحمن يعني هذا العمل. نعم 50,000 دولار هذا الفائز. لا ربما هذا نعم لا هذا أحد الفائزين الخامس. جيد أحد الفائزين. نعم هم سيبدون مركز الخامس إلى المركز الأول. الآن بقي أربعة والآن سيتم الإعلان عن المركز. طيب إحنا نكتفي بهذا القدر. اللي يبغى يشوف الفائزين ممكن يتابعها الأول. في, نعم. في في موقع نعم على حساب مسك على تويتر. على حساب مسك في هناك بث مباشر. جيد أنا أشكرك شكر جزيل عبد الرحمن العصيمي مراسل العربية كان معنا من مقر مسك في الرياض.